بسم الله الرحمن الرحيم. فاول شيء يعني تنشكروا جمهور ديال الرجاء البيضاوي اللي جا عندنا هنا اليوم وجا شجعنا وجا عاون الوليدات، يعني باش الوليدات هنا في ليجون يلعبوا قدام هذا الجمهور. هذا يعني هذا حافز كبير، وهذا ما تيخيبش على جمهور فريق الرجاء البيضاوي اللي دائما يعني كما تنقولوا الرجاء تلعب البيجي تفرج فيها الجمهور. فالحمد لله يعني المقابله دازت صعيبه بحكم اننا كان خاصنا نربحوا اليوم. عندنا انا في بوان الحمد لله، حنا الاولين في الجروب ديالنا تا قدام الفتح وليفار. فنتمنوا من الله، عندنا باقي لنا الماتش ان شاء الله مع الفتح، حنا غندخلوا باقي لنا ماتش مع ليفار ان شاء الله، باقي لنا نقطه ان شاء الله باش ندوزوا للدومي فينال. حنا ما تلعبوش على نقطه، باقي لنا يعني الفتح خاصنا نربحوا حيت ربحونا في الماتش الاول، وباقي لنا الماتش ديال ليفار اللي خاصنا ناكدوا باش ندوزوا حنا الاولين ونلعبوا مع الثانيه ان شاء الله. وشكرا قناه سات تي في.